موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم على الشرق الأوسط 1450 AM. تعثر المفاوضات مجدداً في قطاع البناء. الاحتفال بالعيد الوطني في كيبك في ظل تشديد الإجراءات الأمنية. المدارس في كيبك تفتح أبوابها أمام أبناء الذين لا وضع رسمي لهم في البلاد. صباح الخير. عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر بين جمعية البناء في كيبك التي تمثل أرباب العمل وتحالف النقابي الذي يمثل قرابة 175 ألف عضو مشارك في الإضراب العام والمفتوح منذ أسبوع في مقاطعة كيبك. وعلى الرغم من تواصل المباحثات بين الطرفين إلى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إنما لم تفضي المفاوضات إلى أي نتيجة تذكر. وأكد ممثل التحالف النقابي أن المفاوضات انقطعت وبأن ممثلي النقابات سيعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم لتسليط الأضواء على الوضع الراهن وما آلت إليه الأمور. واكتفت أمس المفاوضة عن طرف جمعية البناء في كيبك لين ماركو عند خروجها من مكاتب وزيرة العمل، اكتفت بالتعبير عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى اتفاق. وسبق وعلق الوسيط جوليان بيرون المفاوضات أمس الأحد خلال فترة بعد الظهر طالبا من ممثلي الطرفين إعادة التفكير. وعاد واتصل بيرون بجمعية البناء والتحالف النقابي لحثهما على التوصل إلى اتفاق مبدئي على وجه السرعة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات متعثرة حول الرواتب والساعات الإضافية ودوام العمل وانتقال اليد العاملة. انطلقت أمس الاحتفالات بالعيد الوطني في مقاطعة كيبك، حيث كانت مرتفعات أبراهام في مدينة كيبك مسرحا لتجمع كبير، حيث أحيا فريق لكاوبوي فرينغان السهرة الاحتفالية. وفي أجواء من الفرح والاحتفال دعا الفنانون المواطنين للوقوف في وجه الفساد من أجل مقاطعة عادلة ومستقيمة. وشددت السلطات الأمنية الرقابة بمحاذاة التجمعات الكبرى، وتم إرساء نقاط تفتيش منعا لنقل المشروبات الكحولية أو الألعاب النارية أو العبوات التي تحتوي على سوائل بسعة تتخطى 500 مليلتر. وكما جرت العادة، دعت منظمة إديوكا الكول المواطنين إلى الاحتفال بالعيد الوطني باعتدال، بإشارة إلى عدم استهلاك الكحول بكثرة مما يؤدي إلى حوادث من كل الأنواع، مع تذكير أن العام الماضي سجلت مدينة كيبك بمحاذاة هضبات أبراهام 25 حالة تسمم بسبب الكحول. وأكد المدير العام لمنظمة إديوكا الكول إن أولئك الأشخاص الذين يغالون في الاحتفال يطيحون بمعنى العيد الفعلي. وسبق وأطلقت المنظمة من بداية الشهر الحالي حملة لتوعية المواطنين حول المخاطر المرتبطة بهذه الأفة. قررت الحكومة في كيبك تعديل معايير الدخول إلى المدارس لأبناء الذين لا وضع رسمي لهم في المقاطعة، وستسمح هذه الإجراءات لمئات الأطفال أغلبيتهم في مدينة موريال من ارتياد المدارس اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل في أيلول سبتمبر 2013. وأعلنت عن هذه التعديلات وزيرة التعليم ماري مالافوا ووزيرة الهجرة والجاليات الإثنية ديان دو كورسي. والدخول إلى المدارس كان متعذرا على هذه الفئة من الأولاد لعدم قدرة ذويهم على إبراز الوثائق الرسمية الضرورية التي تسمح لأبنائهم من دخول المدارس الحكومية المجانية. من جهة أخرى، نجد نسبة كبرى من الذين ليس لديهم وضع رسمي في المقاطعة الذين ليست لديهم القدرة المالية لتسديد التكاليف الدراسية المطلوبة من الطلاب غير المقيمين في كيبك. واتخذت الحكومة هذه الإجراءات للسماح للأولاد بارتياد المدارس بدلا من البقاء في المنزل، ولإعطاء الأهل متسعا من الوقت للحصول على الأوراق الرسمية المطلوبة من خلال إيجاد حل لوضعهم غير المستقر في البلاد.
اختارت رئيسة الوزراء بولين ماروا التوجه إلى المكسيك على رأس أول بعثة اقتصادية وتجارية تقوم بها، وستستمر الرحلة من 26 من حزيران جوان الجاري ولغاية 29 منه. الهدف من هذه الرحلة تعزيز وتنمية التبادلات التجارية بين البلدين. وأكدت بهذا الشأن وزيرة التنمية الاقتصادية إيلين زاكاييب أن المكسيك سوق مهم جدا لعدد كبير من الشركات الكيبيكية التي تبحث عن وجهة جديدة لمنتجاتها وخدماتها، لا سيما في القطاعات الأكثر ابتكارا. هذا مع الإشارة إلى أن عدد الشركات الكيبيكية التي تصدر منتجاتها إلى المكسيك قد تضاعف بواقع 4 مرات منذ عام 2000. وخلال عام 2012 صنف المكسيك في خانة الشريك التجاري الخامس لكيبيك على الصعيد العالمي والأول في أمريكا اللاتينية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين كيبيك والمكسيك 4.9 مليارات دولار. طرح رئيس الهيئة التنفيذية في بلدية مونريال لوران بلانشار أوراقه رسميا يوم الجمعة الماضي لمنصب رئاسة البلدية بالنيابة خلفا لمايكل أبلبوم. ووصف بلانشار نفسه على أنه مرشح الاستقرار وبأن لديه ما يكفي من الدعم لضمان تسلم مهام رئيس البلدية بشكل مرحلي إلى حين موعد الانتخابات العامة في البلدية والتي ستصادف في 23 نوفمبر المقبل. بحال تمكن بلانشار من تسلم رئاسة البلدية بالنيابة سيحافظ على مهامه كرئيس للهيئة التنفيذية، وبذلك يصبح بلانشار العضو الخامس الذي يترشح لرئاسة البلدية في أعقاب توقيف مايكل أبلبوم. ومن المرشحين لرئاسة البلدية بالنيابة جين كويل بواترا، هاروت شيتيليان، فرانسوا كروتو وألان دي سوزا. ومن المرتقب اختيار الرئيس المرحلي لبلدية مونريال يوم غد الثلاثاء. في سياق متصل، قدم الرئيس السابق لبلدية مونريال بالنيابة مايكل أبلبوم طلبا لتعديل شروط إطلاق سراحه، إنما تم إرجاء النظر بالطلب إلى 4 تموز/جويلية المقبل، مع الإشارة إلى أننا نجهل لغاية الساعة شروط إطلاق سراح أبلبوم الذي يواجه تهما خطيرة منها التآمر والفساد وسوء الأمانة. يتوجه الوزير باسكال بيروبي المفوض من قبل حكومة بولين ماروا في شؤون السياحة إلى مدينة نيويورك الأمريكية للترويج لمقاطعة كيبيك كوجهة سياحية. ولغاية 26 من حزيران جوان الجاري سيلتقي الوزير بيروبي بعدد من الصحفيين المتخصصين في السياحة بغية تسليط الأضواء على مزايا المقاطعة الجميلة. وعلى جدول أعمال الوزير لقاء بالمسؤولين عن قطاع الرحلات البحرية السياحية ولقاء آخر بالمسؤولين عن ولاية نيويورك عن قطاع التنمية الاقتصادية والسياحة. ويؤكد الوزير بيروبي أن السوق الأمريكي يشكل 50% من عوائد السياحة الدولية في مقاطعة كيبيك. أعلنت الحكومة في كيبيك عن عزمها مكافحة الفقر المستشري في صفوف أطفال الأمم الأوائل من خلال تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار للسماح ل14 بلدة لقبائل الإنوي من مواجهة الكلفة المرتفعة لغلاء المعيشة، مما يعتبر بمثابة الخطوة الأولى في اتجاه دعم مجتمعات الأمم الأوائل. وأتى إعلان حكومة ماروا في أعقاب صدور نتائج دراسة عن المركز الكندي للسياسات البديلة تشير إلى أن الفقر يطال ثلثي الأطفال المسجلين في عداد الأمم الأوائل، أي ضعف ما هو عليه الوضع في مقاطعة كيبيك. من المرتقب اختيار زعيم جديد لحزب الخضر في كيبيك خلال فصل الخريف المقبل، وذلك تزامنا مع نهاية السباق على الزعامة في 21 أيلول سبتمبر. لغاية الساعة أعلن 4 مرشحين عن خوضهم السباق لخلافة كلود سابورا الزعيم السابق الذي قدم استقالته في شباط فبراير الماضي قبل عدة ساعات من الإعلان عن نتائج التصويت على الثقة بالزعيم على هامش مؤتمر الحزب. أعلن محامو بلدية مونريال عن لجوئهم إلى يوم إضراب في 9 تموز/جويلية المقبل، ويطالب المحامون بالتساوي بالرواتب مع نظرائهم العاملين في الحكومة في مقاطعة كيبيك وأولئك العاملين في المساعدات القانونية، واحترام أسبوع العمل المؤلف من 35 ساعة وإضافة وظائف دائمة. وتم التصويت على اللجوء إلى يوم 1 من الإضراب بإجماع الأصوات.
أخيرا انطلقت الدورة 29 لمهرجان الألعاب النارية يوم السبت في مدينة الملاهي لاروند في موريال مع أول عرض قدمته أستراليا. يشمل هذا الحدث 9 عروض للألعاب النارية تجري كل أيام الأربعاء الجمعة والسبت، وختام مهرجان الألعاب النارية سيصادف في 3 من آب أوت مع تكريم لفريق يوتو الغنائي، ويجمع هذا الحدث سنويا قرابة 3 ملايين متفرج. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.